اهلا بكم في حلقه جديده من تعلم الشطرنج. المره اللي فاتت عرفنا كويس وشفنا مع بعض بعض الافكار البسيطه اللي ممكن نطبقها تساعد في تحسين افكارنا وتخلي نقلاتنا ليها اهداف بسيطه تحقق الهدف الكبير والغايه الاساسيه ان احنا نكسب الدور. اما النهارده هنستكمل موضوع الميني بلان. طبعا الموضوع عرفنا قد ايه مهم جدا من المرتين اللي فاتوا اللي شرحنا فيهم، وهنكمل باقي النهارده باقي الخطط وباقي الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نحسن الدور بتاعنا او ندمر الجيش بتاع اللي قصادنا ونقدر نكسبه بسهوله. ودلوقتي عشان افكارنا تكون كامله والخطه تبقى واضحه لينا وكلها جاهزه نطبقها في دور الشطرنج عشان نحقق هدفنا مكسب الشطرنج او المكسب في دور الشطرنج، نروح لاول فقراتنا حصه الشطرنج. دلوقتي ميعادنا مع حصه الشطرنج اللي هنتعلم فيها بشكل نظري حاجات جديده وحاجات مهمه وهنكمل بيها المواضيع اللي فاتت. بس خلونا قبل ما نبدا حصه النهارده ارحب بابطالنا. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه يا احمد؟ كويس تمام. ازيك يا حبيبه؟ الحمد لله. جاهزه يا حبيبه نكمل موضوع المره اللي فاتت؟ يلا نكمل موضوع المره اللي فاتت اللي هو كان بيتكلم عن الميني بلان. كنا اخذنا فيه جزء كبير والنهارده هنخلصه تماما. بس الموقف اللي قدامنا ده الحصان بتاع الاسود في السنتر، واحنا عارفين طبعا قبل كده وتعلمنا ان الحصان في السنتر بيبقى انسب مكان ليه، بس مع ذلك ان كل القطع بتاعه الابيض عامله تهديد للمربعات اللي الحصان ممكن يتحرك فيها او ممكن يتحرك فيها ويروح يهدد القطع بتاعه الابيض. العساكر والقطع بتاعه الابيض سواء الملك او العساكر مهددين كل المربعات دي، فبالتالي الحصان وجوده في السنتر مش هيبقى مفيد. فلازم نفكر في حاجه تانية طبعا، وهي كانت موضوع الدرس بتاع النهارده، ان احنا نحدد نقطه الضعف او النقطه الضعيفه اللي عند الابيض او اللي عند الخصم اللي قصادي وابدا اهاجم عليها. في الموقف اللي قصادي ده طبعا احسن حاجه ممكن نهاجم عليها نقطه الضعف اللي هي الثابته اللي مش قادره تتحرك من مكانها او صعب الدفاع عنها. في الموقف ده فعلا عسكري مش محمي، فممكن نعتبره هدف لينا بالنسبه للقطع السوداء، ان العسكري مش محمي وصعب ان هو يتحرك، وبرضه القطع اللي موجوده مع الابيض صعب ان هي تحميه. هنبدا ندور او نعمل بلان من نقلات بسيطه خالص، ان احنا نشوف ازاي القطعه بتاعتنا اللي موجوده اللي هي الحصان هنخليها تعمل اتاك على العسكري ده عشان نقدر نكسب ماتيريال. فاول حاجه هنشوف خطوه خطوه دلوقتي وهنشرح كل حاجه بالتفصيل. اول خطوه معانا هنا الاسود لعب نايت بي 6، البلان بتاعته اللي هو عايز النقله اللي جايه يلعب نايت اي 4 ويبدا اتاك على نقطه الضعف اللي عند الابيض. نفس الكلام الابيض هيحاول يعمل برده نفس البلان، ان هيبدا يفكر من ناحيه كده، احنا بنشوف فكره البلان او البلان بتاعه الابيض بيفكر ازاي، ان هو القطع بتاعته مش اكتف فعايز يزود الاكتيفيتي بتاعتها، وكمان عايز يستغل نقطه الضعف اللي عند الاسود برده ويحاول يعمل هجوم عليها، اللي هو العسكري هنا مفيش حاجه بتحميه وصعب يتحمي بسهوله برضو، فبيحاول يعمل اتاك عليه. فبالتالي هيلعب الملك عايز يفتح الطريق بعد كده للبيشوب، لان الملك هنا ملوش اي حركه غير ان هو يرجع هنا، كل الاماكن بعد كده متهدده بالعساكر او بالملك بتاعه الاسود، فلازم يحرك الملك هنا الاول عشان يقدر يفتح الطريق للفيل. طبعا الاسود بيكمل البلان بتاعته ويهاجم على العسكري اللي مش محمي. الابيض فتح الطريق للقطعه بتاعته اللي هي الفيل عشان تروح تهاجم نقطه الضعف بتاعه الاسود. هنا لازم نخلي بالنا كويس، لو احنا بنهاجم نقطه ضعف عند اللي قصادنا وصعبه تتحمي او صعبه تتحمي النقله اللي جايه، وانا عندي فرصه ان انا امنع التهديد او امنع الاكتيفيتي بتاعه القطعه اللي قصادي، احاول اعمل كده طبعا الاول قبل ما اكل الماتيريال اللي انا مهددها. فالاسود لو كان اكل هنا العسكري كان الابيض هيتحرك هنا ويهدد العسكري ده وصعب يتحمي، فهيبقى اكستشينج عادي، انا اكلت عسكري وهو في طريق ان هو يكسب عسكري هو كمان. فلازم امنع المربع اللي هيحصل فيه التهديد ده بالقطعه بتاعتي اللي هي طبعا هنا الملك. فلعب الملك الاول في المربع الدي 6 يحمي الاول المكان اللي هيحصل منه التهديد على نقطه الضعف اللي عندي، بعد كده النقله اللي جايه مفيش حد هيقدر يحمي العسكري ده وهقدر اكله، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان لو اتحركت خطوتين طبعا هيبقى في واحد تاني مش محمي وبرده ممكن اكل بالمرور، يعني هختار طبعا الانسب ليا في الموقف ده. موقف تاني معانا مختلف شويه، ان هنا نقطه الضعف اللي موجوده اللي مربعات الملك مش محميه بطريقه كفايه ومفيش قطع بتحمي الملك في الموقف اللي قصادنا ده. انا عندي قطعه بتحاول تهاجم على الملك الاسود ومفيش قطعه قادره تيجي بطريقه سريعه
تحمي المربعات اللي انا مهددها. بس طبعا الوزير مش هيقدر يعمل تشيك مات لوحده، محتاجين طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا نجيب قطع تانية مساعده. فممكن نخلي السؤال ده لابطالنا يشاركوا معانا فيه. احمد، لو انت بتلعب بالقطع البيضاء، ايه النقله الكويسه هنا اللي تقدر تستغلها وتحاول تزود الهجوم على الملك اللي ما فيش قطعه بتحميه؟ روك اف 3. خد بالك انت هنا برضو في عسكري متهدد عندك، هتتحمي العسكري ولا هتبدا تلعب روك اف 3 زي ما انت قلت؟ روك اف 3 زي ما قلت. برافو عليك. طب ممكن توضح لنا ليه روك اف 3 احسن من انا احمي العسكري بتاعي المتهدد؟ عشان لو اكل عسكري هاجي روك اتش 3 والتشيك ميت ملهاش حل. برافو عليك. طيب هو قال فعلا حاجه مهمه جدا، ان هو هيحاول يطلع بالروك يفتح طريق ليها ان هي تيجي تساعد مع الكوين عشان يعملوا التشيك مات، زي ما اتعلمنا في درس التشيك مات قبل كده، ان انا دلوقتي بجيب بستعد القطعه الهيلبر اللي هي تيجي تساعد مع الكوين. طب نشوف الرد هنا، الاسود هيكون رد مختلف شويه، بس مع ذلك برضو الابيض هيعرف يكسب الدور. هنشرح كل النقلات اللي حصلت دي بالتفصيل. طبعا اول نقله لعبها بعد روك اف 3 الاسود لاحظ ان في هجوم هيحصل على الملك، فبدا يحاول يفتح طريق ان القطع بتاعته تطلع وتدافع. فبدا يلعب العسكري في الاف 7 بيستعد ان انا لو دلوقتي جيت بالروك عشان اهدد كش مات من مربع واحد هيطلع بالوزير ويحميها. فهنا طبعا عملنا او حاولنا نعمل نخلق تهديدات اكتر. طبعا زي ما علمناكم قبل كده او شرحنا قبل كده ان احنا ممكن لو التهديد من مكانين بالكش مات مش هيعرف يدافع عنهم في وقت واحد. فقبل ما اجيب الروك في الاتش 3 هاكل عسكري في عسكري الاول. طبعا هنا لما ياكل بالعسكري احنا هنشوف برضو الاختيار الثاني لو اكل بالوزير، بس لما ياكل بالعسكري لما العب روك اف 3 مش هبقى عايز المات بس من الاف 7، هبقى عايز المات برضو من الاتش 7، هبقى عايز المات برضو من الاتش 8. يعني حتى لو طلع بالكوين يحمي المربع ده انا هدي له كش في المربع الثاني. طيب الحل الاخير اللي كان ممكن يعمله بعد ما انا اكلت عسكري في عسكري، لو كان اكل بالوزير طبعا كان في تاكتيك هنا بسهوله كنا هنعمله، ان انا العب روك جي 3 واعمل بن على الكوين واكسب ماتيريال كبيره جدا. هناخد اخر موقف معانا ده هيوضح لنا وهيفهمنا ازاي نعمل الميني بلان اللي احنا اتعلمناها النهارده بطريقه كويسه جدا. في الموقف اللي معانا ده العسكري بتاعي متهدد من الحصان الابيض. انا هنا عندي كذا طريقه للدفاع او ممكن طريقتين بس ممكن بكذا قطعه. ممكن اعمل له موف اواي ان انا اهدد الحصان عن طريق الموفينج اواي، وممكن اطلع احميه بالملك او بالروك. طبعا لازم اشوف ايه النقله اللي ممكن تحصل، وهنتعلم دلوقتي حاجه مهمه جدا ان انا ليه النقله دي غلط لو انا زقيت العسكري موفينج اواي، ان انا هفتح مربع مهم جدا للحصان هيجي فيه في السنتر وهيبقى اكتف ومفيش قطعه صغيره تقدر تهدده. وطبعا الحصان هنا هتبقى قيمته عاليه جدا، احنا عارفين الحصان في السنتر لو واقف مفيش قطعه بتهدده وهو بيهدد اماكن كتيره هيبقى قوي جدا. فلازم اخلي بالي ان انا ما اخليش القطع بتاعت اللي قصادي تبقى اكتف زياده او تبقى اكتف اكتر من الاول. فلازم احمي بالملك وافضل العسكري بتاعي مانع الحصان من يجي في المربع القوي اللي كان ممكن يجي فيه ده. وبكده نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهايه فقره النهارده وهي فقره حصه الشطرنج، وهروح دلوقتي على فقره جربها بنفسك. ودلوقتي ميعادنا مع جربها بنفسك، هنتدرب فيها بشكل عملي على جزئنا النظري النهارده اللي هو احنا كنا بنستكمل فيه الموضوع المهم جدا اللي هو الخطط البسيطه، وهو اصلا الشطرنج لعبه التفاصيل البسيطه، وعرفنا قد ايه ممكن تفاصيل صغيره تكسبنا دور بالكامل، فعشان كده لازم دايما نبقى ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره، بيبقى في زي سكريميشن للخطه الكبيره بتاعتنا واحنا بنعملها او بنعملها واحنا بنلعب عشان نقدر نستخدمها في ان احنا نحقق الهدف الاكبر ان احنا نكسب الدور. وكنا اتكلمنا النهارده ازاي نكتشف نقط الضعف عند الخصم ونهاجمها، وهنتدرب على ده بشكل عملي، وهنبدا اول موقف مع حبيبه. دلوقتي هسال حبيبه دلوقتي ايه المشكله او ايه نقطه الضعف اللي موجوده عند البلاك؟ الدي 8. تمام، هي الدي 8 نقطه ضعف او المربع الاسود دوت يعتبر نقطه ضعف، بس هو نقطه ضعف عشان الملك موجود في السنتر. طبعا طول ما الملك موجود في السنتر معرض للهجوم او التهديد. طب انا ازاي اجبر الاسود ان هو يعمل نقط ضعف؟ هعمل كوين اتش 4 عايزه تشيك مات اللي في الدي 8. تمام، ممكن تلعبي النقله. دلوقتي الكوين عايزه تيجي في الدي 8 تعمل تشيك ميت، عشان القطع بتاعه البلاك مش كوردينيتد مع بعض ومش محطوطه في اماكن اكتف
الطريقة الوحيدة ان البلاك يدافع بيها عن التشيك ميت هي انه يلعب البون في الاف 6، وبون اف 6 عملت نقطة ضعف جديدة. المشكلة دايما بتولد مشكلة. دلوقتي بقت ايه المشكلة اللي عند البلاك يا حبيبة؟ البين. ان الكينج والكوين بقوا نفسين واقفين في نفس الدياجونال الابيض، ودي طبعا هتكسبنا ماتيريال. نعمل ده ازاي؟ بيشوف اتش 5. اتفضلي. دلوقتي الكوين اتعمل له بين على الكينج وكسبنا الكوين بتاعت البلاك. ده بمنتهى البساطة النتائج المترتبة على نقطة ضعف. مشكلة بتولد مشكلة أكبر منها خلتنا نقدر نكسب ماتيريال ونقدر نكسب الكوين بتاعت اللي قدامنا. عشان كده دايما احنا بنقول، دايما بنقول في أغلب الأوقات إن وجود الملك في السنتر خطر، بيعمل مشاكل، بيخلق نقط ضعف. القطع بتاعتنا كونها مش كوردينيتد زي ما شفنا في الكوين سايد، الروك والبيشوب مكانهم ما كانش كويس، البيشوب واقف في مكانه، الروك قافل عليه، كل دوت مع بعضه اتكون وخلق لنا مشكلة. مجرد ما اكتشفناها وحاولنا نضغط على المشكلة كان الدفاع الوحيد عنده ان هو يعمل مشكلة اكبر ويخسر الكوين بتاعه، وهو مجبر. يعني انا برضو مش بخدعه او بعمل له تريك، انا بجبره على ان هو يعمل مشكلة لنفسه وبجبره ان هو يخسر نفسه بايده، ودي طريقة لعب الشطرنج الصح. تشوف فكرة تانية وموقف تاني على اكتشاف نقاط الضعف بس في النهايات البسيطة او في مرحلة الاند جيم، عشان نبقى لمينا باكتر جزء من اجزاء او مراحل الدور. نشوف الموقف مع احمد. ده اند جيم او دي نهاية دور. المفروض الماتيريال متساوية، الابيض معايا 6 عساكر او 6 بونز وبيشوب، ونفس الكلام مع الاسود. لكن الاسود عنده مشكلة، البونز اللي في الكوين سايد ديت يا احمد كلها ضعيفة. اولا اللي بيحمي الاثنين بون دول او العسكري ده والعسكري ده، البون اللي في البي 7، البون اللي في البي 7 واقف على مربع ابيض وطبعا مش قادر يتقدم. لو اتحرك خطوة واحدة البون ده هيعمل ايه يا احمد؟ هياكله. هنجيب كوين، مفيش ملهوش حل. البلاك مش هيقدر، البيشوب البلاك مش هيقدر يلحق العسكري. طب لو حركوا خطوتين هاخد اكل بالمرور وانفصل. لو حركوا خطوتين هنلجأ ونستخدم قاعدة الاكل بالمرور وبرضه نكسب بنفس الطريقة. يبقى احنا كده متأكدين ان البون ده مش هيقدر يتحرك، وعرفنا نقطة الضعف واكتشفناها. ازاي نقدر نهاجمها؟ بيشوب جي 4. بالظبط، بيشوب جي 4. انا دلوقتي عايز بيشوب سي 8 اكل البون اللي في البي 7. البلاك لو بصينا على الموقف ما عندوش اي نقلات، يعني ممكن ما عندوش اي طريقه يدافع بيها عن المشكله دي. لو لعب كينج اف 7 مثلا بيشوب سي 8 هيخسر البون ده وهيخسر بون تاني وراه، وبالتالي هيخسر الدور، لان فرق الماتيريال حتى لو صغير في مرحله الاند جيم بيكون كافي ان احنا نكسب. لان احنا طبعا بنكسب بطريقه ان احنا نكسب بون، نعمل باست بون، نعمله كوين، يبقى فرق الماتيريال كبير، نحقق التشيك ميت، او نكسب باي طريقه من الطرق اللي احنا شرحناها قبل كده. فكل دوت بيبقى ناتج عن مشكله او نقطه ضعف. لكن الاهم من وجود نقطه الضعف، هي ممكن تكون موجوده لكن لو انا ما اكتشفتهاش وما ضغطتش عليها وما استفدتش منها مش هتكون ميزه ليا ومش هتكسبني. لكن عشان اكسب لازم دايما اكتشف نقطه الضعف، وده طبعا بيجي بالتدريب المستمر وباكتساب الخبرات عن طريق اللعب وتحليل ادوارنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقره جربها بنفسك، ونروح مع بعض للفقرة القوية ما بين أحمد وحبيبة، التحدي. ودلوقتي معادنا مع فقرة التحدي. التحدي دايما بيكون فيها قوي ما بين أحمد وحبيبة. شفنا المرة اللي فاتت التحدي لسه مستمر معانا لغاية حلقتنا النهاردة، ودلوقتي التحدي هيبدأ ما بين فريقي، فريق الملوك، أنا وأحمد، وهنتحدى فيها فريق كابتن مصطفى، فريق كليوباترا، كابتن مصطفى وحبيب. طبعا احنا النهارده استكملنا في الجزء النظري بتاع حلقتنا خطه الميني بلانز او طريقه الميني بلانز او ازاي نقدر نستخدم الخطط البسيطه عشان نقدر نطوعها ان احنا نلاقي حاجه نقدر نعمل عليها خطه او نبني عليها خطتنا الكبيره اللي تساعدنا ان احنا نكسب الدور، زي ان احنا نكتشف نقط الضعف عند الخصم او نعالج نقط ضعفنا او نتخلص من اضعافات ومشاكل هيكل البادئ. وده كل ده ناقشناه في الحلقات اللي فاتت مع حلقه النهارده. هنشوف مدى استفادة أبطالنا من النقط ديت والحاجات دي في طريقة لعبهم النهاردة في استكمال دورهم اللي كان موجود معانا في التحدي اللي فات. هنبدأ التحدي ما بين أبطالنا أحمد بالقطعة السوداء وحبيبة بالقطعة البيضاء. نبدأ الدور، اتفضلوا. طبعا هنا اللعبة على حبيبة بتفكر ازاي تستغل الماتيريال الزيادة اللي معاها قطعة زيادة، نتيجة طبعا بيفكروا بخدتها عن طريق البن اللي كانت عاملاه على الفيل، فبتحاول تستغل ده وتحاول توصله المكسب دور. طبعا اتفضل
طبعا بالرغم من الابيض معاه افضليه كبيره. لا هنا هو طبعا الليجال موف يا كابتن حصلت لازم نوضحها طبعا. بالظبط الليجال موف كان فيه كش ما ينفعش نلعب اي نقله ثانيه لما ندافع عن الكش الاول بالطرق اللي احنا عارفينها. طبعا اي تبادل قطع بيكون في مصلحه الطرف اللي هو معاه ماتيريال اكتر او معاه قطعه اكتر في ايده وكسبانها، فده دايما بيكون في مصلحته، فعشان كده حبيبه بتحاول تبدل القطع. لكن طبعا هي مش بتلعب البيست موف، بيكون ساعات عندها نقلات افضل او احسن، بس ده طبيعي دايما في البدايه، لكن بعد كده طبعا مستوانا بيتحسن وبنلعب احسن نقله وتكنيك المكسب بيكون موجود معانا مع الخبره. طبعا هنا القطع كانت وعلى وشك ان كل القطع تتكسر وتتبقى الماتيريال الزياده اللي كانت مع حبيبه في نهايه الفقره اللي فاتت اللي هي كان القطعه اللي هي الفيل، فهي رفضت هنا وفكرت ان هي تحاول تعمل اتاك بالقطع بتاعتها اللي هي الطبيعه على العسكري اللي ما كانش محمي وتحاول تستغل القطع بتاعتها ويساعدوا بعض في الهجوم. طبعا في اوقات بنحاول نستثمر فرق الماتيريال اللي موجود معانا او الزياده العدديه للقطع اللي موجوده معانا ان احنا نحقق اكبر عدد من المكاسب الماديه قبل ما ابدل القطعه كلها. يعني انا ممكن دلوقتي يكون معايا قطعه لكن صحيح البلاك معايا بونز اكتر، فهي حبيبه ممكن تكون بتحاول تساوي او تعادل عدد البونز في البورد وبعدين تبدل الروكس عشان الفيل يقدر يكسب بشكل اسهل. تسهيل الفوز دايما بيبقى مهم، مش لازم ابقى عندي طريقه المكسب الصعبه، احاول اكسب باسهل طريقه ممكنه، ودي حاجه دايما لازم نكون متعلمينها وعارفينها. وطبعا هي هنا بتطبق حاجه كويسه جدا ومهمه اتعلمتها طبعا في الدرس بتاع النهارده او الدرس عموما بتاع الميني بلان، اللي هي ازاي القطع بتكون اكتف بطريقه قويه لما تكون قطعنا بتهاجم والقطع بتاعه الخصم بتدافع، فطبعا بتكون اكتف اكتر القطع المهاجمه اكتر من القطع المدافعه. وهنا الطابيه بتهاجم على العسكري والطابيه بتاعه احمد مضطره تفضل واقفه هنا في رانك 2 بالنسبه للاسود يعني اللي هو رانك 7، واقفه بتدافع عن العسكري ومتخليه طبعا عن حريه الهجوم. طبعا من اهم الحاجات اللي هي لما القطع بتقل من على البورد وبنبقى قريبين من نهايه الدور او مرحله الاند جيم هي الملك بتاعنا. الملك صحيح في بدايه الدور بيبقى امان ومهم جدا لينا، لكن في نهايه الدور او في مرحله الاند جيم لازم نستخدم الملك بتاعنا ونخليه نشيط وموجود في اماكن اكتف عشان يساعدنا ان احنا نقدر نكسب ادوارنا بشكل اسهل. طبعا فرق الماتيريال الواضح جدا والكبير جدا في الموقف دلوقتي لصالح حبيبه هيوصلها طبعا للفوز في نهايه الجيم، بس نقدر دلوقتي نبارك لحبيبه مقدما ونقدر نقول ان هي كسبت التحدي النهارده، وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم، اشوفكم على خير.